أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يعمل عند كافر كأن يكون مديرا له أو رئيسا عليه في العمل؟ والله يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا في الآخرة، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا في الآخرة. وبعض العلماء يستدل به على العموم في الدنيا، ولكن الصحيح أنه في الآخرة. وأما تأجير المسلم للكافر، فإذا كان المسلم يستقل بالعمل ولا يخدم الكافر، ما يخدم الكافر، فهذا يجوز. إذا كان المسلم يعمل بعيدا عن خدمة الكافر فلا بأس بذلك، لأن هذه في مقابل أجرة في مقابل عمل. أما إذا كان أنه يأجر نفسه لخدمة الكافر هذا لا يجوز، لا يجوز للمسلم أنه يذل للكافر ويصير خادما للكافر. نعم.